مجموعة داليان واندا الصينية تعتزم التمدد لبناء أول فندق مترف لها خارج الصين وتحديدا في لندن، وستقوم كذلك ببناء شقق فخمة بهدف استقطاب الصينيين الراغبين في شراء شقق خارج الصين. قيمة الصفقة ستعادل 817 مليون يورو. المجموعة أضافت أنها وافقت على شراء 91.8% من مجموعة سان سيكر البريطانية لصناعة اليخوت. الصفقة تعادل 373 مليون يورو.